شوف وانا زعلان حتى الكلام مش عايز يجي. هبدا اتلخبط اهو ميدو عامل ازاي كده تريزيجيه انني ايه ده انا ما قلتش صلاح عشان ده صلاح يعني ما جاتش صلاح ده صلاح هداف العالم يعني. ميدو حلقاته دايما بتبقى فيها بينج بونج كده وانت لازم تبقى مركز في كل اجابه بيقولها وده ما حاورتش ميدو مره ولا اتنين بل مثلا مش اقل من 5 مرات. نفسي احاور كابتن محمود الخطيب ممكن ابقى مدرس ولو مدرس ايه فمدرس لغه عربيه بحب اللغه العربيه جدا. كره في نص الملعب مع منتخب الارجنتين محاولات لتسجيل هدف تاني لقتل المباراه مارادونا مراوغات معتاده في نص ملعب حلوه قوي انطلاقه سريعه ممكن يبقى برضه صلاح قافش من الاعلام المصري ما يعني ما اضمنش ممكن يبقى قافش من حاجه احنا مش عارفينها. مرتضى كل الناس اللي حواليك بتتكلم على ان انت شخص طيب جدا وانا اعتقد ذلك لكن ده كله ممكن ينهار قدام ان انت تجرح كرامه انسان او انك تهين واحد. احلى كوره ممكن يكون الواحد شافها في حياته على المستوى الكروي المعاصر يعني. وبالمناسبه امير مرتضى منصور علاقتنا يعني دي حاجه مش اوف ريكورد لكن حاجه ما حدش يعرفها. ميدو حاول يعلم عليا في شغلتي هو اهلاوي فانا زملكاوي فلو انا خدت الجمله دي هروح اتكسف اسال السؤال اللي جاي. حطيت اسم ضيف قبل كده في الراديو هتحوت الهلفوت مثلا كنت ببقى ايه ده ليه وانا عملت ايه